قلت قل الله لا بس شكلها تصدق ما كنت افكرك بمشارك معنا يوم شفتك. لا تسقط علي يا وغل. شفت عزبه ولد إيه؟ شفت عزبه جالسه وشفت شفتك في جنب فكرتك دله تبع العزبه. ما وصلت 6000. شفت الجمهور ذا؟ شفت الجمهور؟ استحل وجهك انت وياه، روح طلعنا ذبحنا الحق. جلس الطرش طلع عليهن. خل عندك نخوة، خل عندك عمية. شو رايك؟ انتبهت انت؟ جالس يتفرجوا فيك. تعال 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 تعال. يتفرجوا ما يبغوا يطلعوا. يا ولد شوف يرعوا لنا. والله يرعوا لنا. يرعوا لنا ولا يبغوا يطلعوا لنا. خاف الله في نفسك، اخوانك مسلمين حن. والله هم مسلمين هم كفار حن. حن اخوانكم في الله. احزن احزن احزن. والله العظيم. والله ما ترحب. والله العظيم ما ادري ايش اسوي. والله يقرون يتابعون. طيب عندك تويتر، روح تويتر حط لايك وارجع تابع. راضي عن وجهك. هذا يمزحك جمهور يرفع الضغط. لا لا ما عليك ابشر بس يا ابو هادي ما عليك. علمهم انا الجمهور واقف ما ذبح الجمهور واقف معنا ما ذبح جميع المتسابقين قبل ينتهي البرنامج. اطلع انا لحالي بس. يا حبيبي يا ابو هادي يا اخي ما شاء الله عليك عندك ثقافه تعرف تعامل مع الجمهور يعني حتى اتعامل مع تخانقهم وتشد عليهم. انا حتى مو جمهور اتعامل مع الحيوانات بعد. تخيل اقدر اجلس مع ولد 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 غرفه مترين في مترين اجلس معه اسولف معه عادي. حيوان اي حيوان عادي. طائر ممكن يكون طائر. انت ما قلت شيء وانا ساكت ابرك. جبتها على راس الله يحييك. انا مش جمع معك المشكله. عاد انا اللي مختار قلت حط المعه واحد. ما علي من ابو علي يقول سووا مضبي سووا لهم رز اصفر فوزهم. خليني بعترف على ابو علي ترى نصراوي. لا 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 ترى نصراوي. اي نصراوي ممكن نصراوي. مساء خير يا الله على قبره. ها ها هذا ما عندك شغل انت؟ لا مو مسرات ما عندي شغل. انا رجال بغيت ازيلكم قهوه. ايه وحطيت